شارتا يا ليفا يا حمل باير هلي ياني يمبريت هوا ياني يمبريت هوا سرت ما ينشد عيان مقره هلي قالوا يرامل مرباي قالوا يرامل مربا يا خوي يا عضيد هلي لا تيرقد في السيوح لا تيرقد في السيوح ورقيد في ظل بارد هلي بني الحشايا والروح بني الحشايا والروح يا خويا يا عضيد هلي لا تيرقد في السيوح ورقيد في ظل باير هلي بني الحشايا والروح. على أصوات نهمات مشاهدينا نبدأ هذه الأمسية التراثية. طبعا على هذا القارب مشاهدينا بننطلق إلى الماضي، مثل ما تعرفون مشاهدينا كيف كان آبائنا وأجدادنا اعتمدوا على هذا البحر فقاموا برحلات مختلفة. من أهم هذه الرحلات مشاهدينا رحلة صيد الأسماك، يمكن كانت هذه أبسط رحلة، وأيضا رحلة الرحلات التجارية بمختلف أشكالها وألوانها. طبعا انطلقوا من قلب هذا الخليج إلى الهند وأفريقيا وغيرها من الدول. ومن أصعب هذه الرحلات مشاهدينا رحلة البحث عن اللؤلؤ، حيث عانوا الكثير والكثير، قعدوا في البحر مشاهدينا تخيلوا كم، 4 شهور من أجل هدف واحد فقط وهو لقمة العيش. لخص هذه الرحلة مشاهدينا معالي الدكتور مانع بن سعيد العتيبة في أبيات بسيطة جدا، يوم قال: كان للوالد في البحر رفاق وسفينة صنعوها بالأيادي السمر شماء متينة، صنعوا رفعوا فيها شعار الحب لا شرع الضغينة، فإذا الأمواج ثارت كانت لها رهينة. كل صيف يبحر الوالد في قلب الخليج، فإذا كان رحيل كان في الحي ضجيد، من يراهم في صفوف خالهم بعض الحجيج، ودعوهم بابتسام لا بروح أو نشيد. طبعا هذه الأبيات تلخص رحلة القوص. مشاهدينا مثل ما تعرفون في مثل هذه الفترة يقام مهرجان صير بنعير التراثي البيئي ما بين 11 مايو إلى 13 مايو، طبعا بتوجيهات الدكتور صاحب السمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. طبعا دائما الشيخ يرعى هذه الفعاليات ويهتم بصون هذا التراث، يصون هذا التراث ويصون هذه الجزيرة التي احتضنت في القديم الكثير من الغواصين. طبعا هذه الجزيرة لها تاريخ قديم جدا، راح نتعرف على هذا التاريخ أكثر وأكثر من خلال هذه الجولة التراثية. بناخذكم إيانا مشاهدين اليوم برحلة بين الماضي والحاضر، طبعا بنسافر بين الماضي إلى الحاضر. طبعا الماضي طبعا كان ماضي صعب جدا عاش فيه آبائنا وأجدادنا وتحملوا رحلات الصيد عن اللؤلؤ. إلى الحاضر طبعا الحاضر في سباق القفال الذي يربط بين الماضي والحاضر. طبعا اليوم معي ضيوف مميزين جدا بنتعرف على تراث آبائنا وأجدادنا من خلال هذه الضيوف. في البداية يسعدني أن أرحب بالضيف الأول الأستاذ أحمد سعيد آل علي نائب رئيس جمعية بن ماجد للفنون الشعبية والتجديف، حياك الله ويانا. حياكم الله. والوالد عبران الشامسي باحث تراثي، حياك الله ويانا اليوم. الله يبارك فيك إن شاء الله. والأستاذ ناصر الكاس الباحث التراثي، حياك الله ويانا. يا مرحبا وسهلا. والله متشرفين ياكم اليوم. وأنا الصراحة يعني معلوماتي بسيطة بالتراث، يعني قلنا بناخذ وندردش إياكم بنتعرف كيف آبائنا وأجدادنا كيف تعبوا وعانوا في أيام أول
ظهروا في البحر من اجل لقمه العيش. صح. ببدا اياك استاذ ناصر الكاس، لو تخبرنا كيف ابائنا واجدادنا ارتبطوا بهذا البحر. طال عمرك تعرف الامارات ومجلس التعاون كله من الكويت الى سلطنه عمان البحر. ما شاء الله. البحر ناس متقسمين، قسم للغوص وقسم للسفر وقسم للصيد الجراجير وقسم للعوامل. قد يكون ناس العامل اللي هي للصيد الكنعد، للصيد القباب، للصيد العومه، قد يكون شباب ما يعرفون شو العامله. العامله ما نعرفها. العامله هي مصدر رزق، لكن العامله موسمها دخول الشتاء. دخول الشتاء. هذا الموسم اللي علينا الحين موسم صيف. الحين يبتدون الغوص ايام الصيف، يسمونه الصيف مو قدامي. هذه المدون طال عمرك الغوص شهر 45 يوم اقل، هذا الصيف. المدون من كل اللي من راس الخيمه، مقيوين، عيمان، شارجة، الحمرية، دبي، وين الهيارات اللي هي في ابو ظبي اللي بدل حال غير ذاك الحال، اللي ام الغلان والشيف والابخوت والريله، هاي كانت الناس يغوصونها. يغوصون لهم 20 40 30 يوم قفلوا. راح ابو ظبي، صار ابو ظبي، والباقي يدخلون خور دبي للبيع القماش. باعوا وحصلوا المحصول يسموه، ردوا الى البلد، كل رجع لامارته. يشترون طواويس هذا اللي يشترون. نعم، يصير بن عويس، بن فطيم، الغرير، هم اللي يشترون اللقمه. ما شاء الله. رجعوا بدا الغوص العود، الغوص العود يسمونه غوص الزامي. الزامي. انا ما الزامي يسمها، انا ما اخذ عندك ايام الشتاء، سبحان الله كل يوم تكسر لي يدي، اخذت من عندك انت ناخذها بحر، ناخذها سفينه. يوم يدي موزمها الغوص الزامي، ولا اخ اركب معك، والا سلم، والا ناخذ اللي بياخذين يسلم لك انت بدل عني انا. هذا يسمونه غوص الزامي. مثلا المحمل كان فيه 40 غيص، 40 سيب، 20 يلاس. الغيص اللي هو غوص في البحر، السيب اللي الغيص، اليلاس اللي هو يفلق المحار. ناخذ، يعني هو مثل فريق متكامل، نقدر متكامل. ما شاء الله. ناخذ بحر، تعاون صاير، تعاون، وما في راس واحد الا ناخذه. ناخذه اللي يقول ناخذه ما حد يقول لا، مثل ما يكون سيد الملعب الحكم، سيد السفينه والسيد الله سبحانه، ناخذ البحر. لا قد يكون حتى الاولين قالوا امثال، يقول لك محمل في ناخذتين طبع طبع. لازم يكون يقوس من ما عاد يكون المساعد للنوخذة او مقدمي هذا في السفر او نوخذة شراع ها كذا. لكن كالغوص، الغوص نوخذة او من نوب، يعني اذا نوخذة نوخذ عينهم، اما نوخذ البحر اللي يصير، اما نوخذ البر اللي هو يملك السفينه ومول، ما يصير حط نوخذة مثل هنا. مثل احنا عندنا اقول لك مفتول بن عيسى رئيس كبيرة العلي، عنده هو ناخذه، لكن يبون وناخذه سلطان بن عدي هو اللي سافر بدله والعيال وياه، لكن الشور عن سلطان بن عدي ما شاء الله اللي يقود السفينه. بدوا الغوص، رجعوا وين؟ الى دبي. يبوا دبي زودوا بالتمر، زودوا بالماء، بالحبال، باللي وسافروا الى الهيارات. الهيارات شهر زايد شهرون، ينتعون يلا بشمال يلا بشمال، يبون ينترون البر، والشمال يردك على على البندر، ولا الصير، ولا الدلمه، ولا الحين وين برج ميمون. هاي هي سفن شراعيه فيها مجاديف فيها ولا ما كان؟ لا في مجاديف وقت السلام مجاديف. نعم، بس تعب اظني على، لكن ما يشوفون التعب، ما النهمات والنقصات والهذي يسلون البال. احنا عاد نبغى نشوف نهمه حين عن الغوص ونبغى نرجع الحين. الاخ ناصر جاب عن كمل، انا كمل. لا عطنا الغوص نبغى نسمع نهمه. النهمه اللي هو جاب عن الصيد البحر والنهم والميادين. انا على البحر الغوص، انا بجيب لك، انا بجيب لك عن المجداف، يعني اليرو. يلا على اليرو. انا عاشرتهم. هيلي وقلي يا الله يا الله، هيلي وقلي يا الله، هيلي يا الله، هيلي وقلي يا الله يا الله، هيلي وقلي يا الله. ثاني شارج صوب العوادي، شارج صوب العوادي، ليش يرهم هدوم يرعون ابعوك الموت بالقادي، وانت عنا ما لا تغصون. يا الله هيلي وقلي الله، هيلي وقلي يوم راقل الليل وسواد، يا هموم بالتجاسي بيت عادل صافي الخادي، دمعتي من الموج ياريها. يا الله هيلي وقلي يا الله
لي يالله إلي وقلي يالله. هذه تلقاها على في نهمة وفي نهمات ثانية يرددون طبعا في كل محبل في نهيمة ثنينة ثنينة هاي يعطي حماس يعني يعطي حماس هات نهيمة يلعبون بصوت نهيمة معروف عندنا قوة ويعطي نشاط والوالد يعطي حماس يوم تظهرون البحر بالشغل معلوم كلنا إيه لو تخبرنا ما شاء الله أنت ظهرت مرة واحدة ويمكن يوم كان عمرك صغير يمكن رحلة كانت بسيطة ل الجلات عنده هو اللي يجلبه هو كل نعرفن احنا لا خبرنا نحن عن تجربتك انت طالب تجربتنا التجربة عن كيف ظهرتوا وكيف استعديتوا للرحلة هذه استعدينا حق الرحلة نحن مستوينا ما عدلنا في القوس وعادل بس عدلنا في السمك استوينا في السمك هذا من عقب الغلو هذا والضعف الوقت عفدنا في السمك بس انت رحت مره واحده قلت لي الغوص رحت الغوص انا تالي الغوص اخر شيء يعني يا اخر الغوص ما لحقت علي زين يعني عطنا ذكرى من ذكرياتك بعد هذا تالي الغوص نحن ما شفنا الغوص ما شفتوه احنا الله يسلمك اول بادي خزنا منه ونبغي البحرين شتي نغوص وغصنا كم من يوم 10 ايام زايد قاص ما اخذنا بعد وردينا ضعف علينا فرغ الماء وردينا على قطر خذنا قالصنا ويا قنبو كتار سنينهم وينا قطر وخذنا الماي وخذنا التمر زيادة وردينا على صوب البخوش صوب تدورون عن الغوص لا هذاك فينا ما صلح لنا هنا ردينا هياراتنا نحن صوب وعقب ردينا على المعترض ردينا على ريل وردينا هاي الهيارات اللي كنا نغوصوا فيها لفيتوا على الدنيا وما حصلتوا ما حصلتوا الرزق الوجود. لا حصلنا متيسر حصلنا شو كنتوا تاكلون على المحمل؟ ناكل التمر اطول النهار ناكل التمر ثلاث تمرات اغني ولا؟ ناكل تمر شوي حطوا لنا وناكل منه واذا عطشت كم اعطونا قبعه كبر قبعه كبر الكاس هذا صار عن هذا انا نحضر بالولمه بعد بالولمه بس من عطوك الضحى لقراب الظهر ما تشرب ما شاء الله بس يعني كان يمكن كنتوا يمكن العيشه كانت صعبه لكن الناس متقاربه اظني العيشه ضعيفه لكن الناس متجاوزين على الحاله الاوليه يعني يمكن انت اذا اخوك قصره شيء عطيته يمكن تعطيه الولد لو يحطون السمك يشون يعطون يرانهم يعطوا ربعهم يعطوا اخوتهم ما في مثل الحين مبايع او مشاره لا اظن انتم تروحون الغوص من اجل الحايه اظن اجل الحايه رزق كان يعني هذا كان مدخل رزق من اشتل من قيض لنقيض كم يعطونكم كم ربيه يعني يعطونا حد من يعطونا 70 80 قواض حد يعطونا 100 رعى القيص وحد لا يعطونا 30 40 ان السيب يعطونا انقل انقصر اكثر ها اكثر نعم بس كانت رحلات صعبه اظني الاولين صعبه راحت علينا صعبه ولا الحين الحين الحمد لله تيسرت الامور الحين الحمد لله لك الحمد والشكر نعم كيف السالفون قبل ايام الغول عمرك الحين بروحت مثل ما كنا ماخذين الوالد انا افنيك بحار على شتيه بعد اصبحنا الصبح تمر ما شيء وشمال وطرشين واحد القطيف يجيب تمر تحير علينا اصبحنا الصبح ما شريوك وشمال عدانا جالوت مال الشارجه نحن ويا الدعاب الوالد مات سبح الوالد سبح صار لهم ما قصروا قالوا لي شي تمر بنعطيكم لكن ما نقدر نطبج موي ما يقدر يصير فينا لهم اكبر صح رجع الوالد قالوا شو رايك قالوا رايك بنسوي بنحبر حبل مال الدقل عليه ناكل جالبوت مال الشارجه الوالد خذ الحبل في قفية قلنا عدنا الحين ليل وليلة وصلنا هناك حط القلة في خيشة القلة ما التمر ما يعرفون قد يكون ما يعرفوا اللي القلة ايه الأسرة ما يعرفون القلة قبل طال عمرك الحين التمر من البصرة قلة البصري وينا قلة من منطقة في إيران سموها قلة ميناو وينا من القطيف قلة القطيف خنيزي حول اليوم ربط القلة من هناك الوالد جاي يسبح وهني تحبوا القلة بالحبل وصلت عندنا نحن الحمد لله هذا ابتكار بعد يعني الحاية خلتكم يعرفون يعني كيف تطرفون الليل وصلت التشالي التشالي قد يكون شباب اليوم ما اعرف التشالي المحمل اللي يجيب المون اللي يجيب الماي يجيب التمر يجيب الحطب حتى الكبريت يجيبوا لهم اياه شيء يطلع من الشارجه او يطلع من دبي
او يطلع هذا التجاري وش حيحملون قال وطرشون حق هناك البيع يتشال في الليل ويابو افضل نزلوا على محمل العود مالنا ترى محمل غوص فيه ياخذون محمل العود وقليصه قليصه بعد لازم قليصه فيها يحطون فيها السمك لا 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 فيها غاصه بعد فيها غاصه بعد يعني يمكن 14 15 غيص أو 15 سيب نحن الى ليس اعتقد 8 او 10 للفلق المحار ما شاء الله ايام ايام لكن ما عاد النهار وفي الليل شو تبات يوم هذا المغرب صح استاذ مثل تعال فرشوا المحار يوم اللي يزي الحصير المد مال الغضب فرشوها ورقدوا حط الفراش ما خد ما شيء رقدوها مني على على المحار مو بيرقد على المحار هالايام على المحار رقدوا على المحار وين بيشتغل المحار الغاصه قطعها ينبهم لا لا حصير حصير يحط حصير 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 حطه فوق حصير الماء يطلع لكن مبار التعب من تحت يرقدون ولا فوق لا فوق السطح فوق السطح تستفيد لكن المحار مفروض والغاصه يسوون شرباك فوق هذا كم واحد بس يرقدون فوق هذه يمكن احسن غاصه هذه اللي متميز هذه اللي تبونهم بي اي بي الحين هاي الرئيس يوم يذن الفجر يوم يذن الفجر ايش تقول لي يذن وصلون على المحمل صلون امام اظني في الليل على الخبز وعلى العيش بس العيش وشو العيش عادي يا ليت واعين في منسف نسبه على الحطب اكو نحن عندنا في الجمعيه اثنين يوم يتكسر بنبعقون يجلفون بتيم يحطون فيه الاكل يلا يعني عيش صعبه عيش متحمل لكن ما شغير ما اسمع شو يقول الغوص ما يتكل من الخيار لو ما علي حق الغوص غصت برجل وفي ربيات يعني والله ما بروح الغوص لو ما في لو الحياه هذا طلع من القوع داير اللي هو الكوسه يسألك قال كوس خبرني بلو شادي شادي جاي بعلم انه شيدي قال لي لا حاشا ما جيت لبلادي انا مخطف من بعيدي ظلني اعتوح لعيادي الا معكم غوص انا بشيدي انتهى غوص اللي ياوي ذي شو المعدات استاذ احمد اللي يستخدمونها للغوص قبل؟ طبعا انا ما رحت الغوص بس لا انت انا انا رحت الصيد الاسماك يعني وضح انا من صغري كنت من حياه الوالد الله يرحمه ياخذني البحر وانا عمري تقريبا فوق 7-8 سنوات حطيني تحت الفن مال بقعدنا بقاره شاحوف اول ونسير الصيد يفرش لي تحت وودينا صيد كم يوم رحلات الصيد لا احنا الصيد يوم نرجع يوم نفس اليوم نرجع بس كان نير بالمياه كله ما كان اول مكان اجد مياديف يعني جراجير وصيدنا كله بالجراجير ما الالياخ ما كانت موجوده لا لا احنا اللي عقد واللي عقدونه بالهذاك بالليخ يعقدونه ما يوبلون عليه الحين اللي على مكان جاهز اللي جاهز الحين فنحن نصير الصيد الاسماك يعني ايه ما شاء الله نعم احنا متخصصين يعني في صيد الاسماك ونطلع الفجر نصلي الفجر وركبنا في الشاحوف البقاره ونير مسافه 3-4-5 كيلو رايحين عانينا قراقير ما نحط اول من كذا الاسماك ما تقدر تعانيهم كلها اذا عندك مثلا البسطه ترى عنه 3 قراقير في حبل واحد يعني بسطه وبسطتين الاسماك وين بتودي السمك؟ السمك وايد بعض الاحيان مبطل ال بس الثلاجات بخيس لا من كثره مبطل الباب ونشب نخيله في البحر رده مره ثانيه يعني السمك وايد اول كله مشاكل وايد وبعدين الحين ماشي سمك لا ماشي سمك لا الحين كله مشاش كل مشاش تقريبا هذا 5-6 كيلو أو 6 كيلو بربيتين وتبيعون في السوق سير البحر بعد فيه يمكن الحين ما موجود هاي نسير الصيد الوالد لو تعطينا قصيده عن البحر بما ان نحن الحين بنص البحر ومستانسي بهذا الجو عدل زين ان شاء الله الله يسلمك في واحد من جماعه عند وادم يقوصون هناك وتدري الأول ناس ما عندهم ثياب ولا عندهم غيره يقوص متيرد ويوم شاف هذا هو رجال دين رجال في خير يسمونه علي بن حارب يوم عداه هلز وشرع بالباكر ياهم قال مسويت فيكم أبيات قال عدة وعقب ما عدة البسوا خافات قال لهم الحياة والدين ميزاني والستر هو مذهب زينة والعجب من نش عرياني قابض العراب ليدينا يا فتاة من كان سكراني وين يدك من قبل وينة سيروا في ذيك لجفاني وارحلوا دار المساكينة
ما بيجي صاحب في الأزماني ينصح الصاحب عن الشينة ينصحه ويقول يا فلاني ورضي لما الهجر زينة هجرها لا ترمسه بطلبك يا رب غفراني عن عذاب النار تنجينا عند ربك جنة وناري جادر المعبود ينجينا. نعم هذا ارتباط اظني الاوليين في البحر حتى قصايدهم كانت كلها فيها بحر وفيها امثال وفيها حكم. هي ان الله يسلمكم من اول بادي يقصون دون هافات شمشول ونهار ثاني شمشول ونهار ثاني كلهم لبسوا قال يا عمي يوم تقلت لنا كذا حاجه كانت اظني. نعم الاول يعني يمكن يقول لك امثال يقول لك وش لك بالبحر وهواله وارزاق الله على السيف. شو وداكم البحر انتم رحتوا البحر؟ راح البر في البر لك راح البحر ما يصبر عن البحر. الله يصبر على بعدين طال انت عارف قبل خشب في القوس يجاربون سنيار لا يقل 70 فوق ال 200 300 محمل عقب ما يتعشون واحد قال قصيده سمعها هذاك رد عليه ما يبغيهم لكن يقول يسلون عن نفسه الليل يسلون مثل واحد قال دقني في النوم وعاني قلت يا هلا منين هل جاي قال جيتك من الوصف عاني صاحبي لك في الحشب غيه مش بس تنضحت ورماني بو ثنايا حص منجي هو نور الصبح ليباني والتغر زاهين من الريق. رد الثاني منها قال لحبك يسادي على فادي مثل غزل باي سادونه صاحبي من صد العبادي لما لا ما يوز من دونه لو طلبني عبد بنقادي لو زقر لبيك بالعونة هو غناتي غض الانهادي مثل ما التفاح بغصونه. كل حد يقول. الثالث قال بيهم مو بي علاتي بي وزام صاحب العينة غيرهن ما شي لذاتي يشفي إلا مراض فالحينة هاتين وهات ميواتي وهات رمان البساتينة أهو العزات عزاتي يرحو قلبي بستينة ما على الفايت نداماتي طير باتي وطير ما باتي وطير خفوك بالسماواتي اشتشي فرقاء المحبين هو بحبي هو وانا بغيدي البغد لي يكر الاحسان ساري. هاي هذا وقت الغوص سلونا ما عندهم تليفون ما عندهم شيء قبل ولا طال عمرك الغيص اذا غاص يستعمل سته اشياء. شو يستخدم؟ اول حصه اللي تودي اما من الرصاص من الرصاصه هي. او يبونها من الجزر الاماراتيه وفي حبل يسمى يداء زيبن زيبن زيبن, زيبن. الديين ديين في ديين وفي زنجيل. الديين من الخيوط والزنجيل من الحبال. هذا فيه إيداء يوم يوصل يوصل لأقل قاع البحر هدها السيف يلا وعبطه في الميدان تم ينشي شوي شوي. إذا مثلا كم دقيقة يتم تحت؟ كم دقيقة يتم تحت؟ والله الغيص الماهر ممكن ويا الأربع أقل لكن يقول غيص السريع سلام عليك يا قوع قال عليك بالسلام نبر على حساب النسم. يستعمل طال عمرك الخبط، الخبط اللي هو من جلد الغنم يستعمل منه خمسه ومنه خمسه علشان مش يشذ المرجع، ويستعمل هنتين في الابهام يوم يضغط. يستعمل الفطام حق الانف بالاضافه الى الشمشول. هذا الايداء لابد ان مثل ما تقول مثل حلقه وصل من بين السيف والغيص. صرت فيها صيد انا في البحرين يسمونه العبد قوب العبدولي هو. يقول مره وحده غوص على الهير يوم غاصوا الغاصه طلعوا كلهم ما مشر قال ريال ميت. انه خذ فاهم قالوا الرجال الميت مشفن ولا مو مشفن؟ ردوا غاص مره ثانيه بيتعقدون قالوا له مو قال هاتوا ها الرجال جده منه خذ شافه مو مشفن ليش؟ هدي الايداء يسمونه هدي ايداء ينبر هذاك ما يحس لان الحبل ما يظهر ما يقدر يظهر روحه؟ ما يقدر لا ما يقدر فقد الوعي فقد الوعي يعني مسافه ظني مسافه دوروا دوروا ما شافوا شرت ابوع 12 ارباع 12 ارباع انه خذ قال خلوه بطلوا الجالي هذا وحطوه في الخن. البحار مو براضين لكن ما يقدر. اذن للظهر صلوا اذن العصر صلوا اذن للمغرب صلوا المغرب والعشاء جمع امر بالعشاء انه خذه عطوهم الماي بالقبعه قال سجيتهم قال شل القبعه القبعه شلين انه خذه في الليل اللي طلع شيء حضرات عن حديث يشرب ماي اذا واحد عطش ولا قطره ولا ينزل ويعطي ربيع يشربون وهم براضين. قال حق المسؤول هذا مجدمي قال له راقب قال لك شو راقب الرجال ميت الله بيت يوم مد نص الليل انتبه الرجال ها انتبه حر تحت قبض دقدق سارها مجدمي خبر انه اخذ قال له طال عمرك يدق قال خذ تمر ومرسه يسمونه مريس طلع الطعامنه عطيه نزل ها وياه بتمر ومرس المال سريع سريع طلع سجاه طاح مسكين يوم الدجدام حر داخل محمل يفور
قال خله لين طلعت الشمس انزلوا الغاصة تصعدوا لشو مدّا له وزار وفاني ولا يا ابن نخذ يلا استعدال قال انا نخذك ما اعرف ها محملك بعد ما بعد ما يت الحاسية لين عقب العصر انتبه قال انا نخذك قال لي لا قال محملك ما قال لي لا هناك بين بتعارف قال حطوا له اشاره خلقات سوداء في الحبل حطوا بها هذيك انتبهوا شافاكم حاطين خلقات سوداء يسوون جيب يحطون جيب مثل هواها حطوا جيب وميده ويرجع سلموا عليكم السلام عليكم السلام قال شيء ضايع عنكم اللي لاقيت النخذة قال لي نعم عندنا غيص البارحة من امس هديده قال لي مفهو هذا قال لي نعم هو جزاك الله خير قال لي زاي الله خير صدق لك كان عليك فرق انك هذا الريال ما تغوصه النخذة اللي لقطه قال لي هذا ما تحيا للطرشه اللي بلا قال له رفجه تامه من تستشاله ان شاء الله بنطرشه وربك عاش سنين يوم جت تستشال من دبي ولا ما من مضيع رخص الحمد لله العمر هذا الحمد قال بس النخذه اللي شافه ذكي صح عرف ان هذا اللي دام هذا يعني الغوص فيه مخاطر وفيه لك ايش يسوون ماشي بديل صح الغوص يعني لكان رب اجيال صح نعم رب اجيال الحمد لله شو يعني بالنسبه لجزيره الصير بنعيه شو تعتبر للغواصين كانوا يستخدمونها ايام قبل يرتاحون فيها والامور هذه من بدر انا قلت لك اذا عرب مثلها هو تارس شو موج وشو حد يجي يصير يصير بنعير حد يصير القطعه القطعه وين برج مجنون يسمونها القطعه قبل برج مجنون هذا هنا يسمون القطع يبندر وحد يصير دلمه الجزر قبل يتمون 10 5 يومين لا دبوا قالوا في الليل ينسون يندعون يا الله تترس الشمال علشان يبون حاطين بر يبات على رمر وهناك بات على محار ما يبون يطلعون من البر يوم يدبق اللي بطلعوا حتى يقول واحد من الرصقيم عنده صمعة يسمى برزة ضربت الشمال نترس كل ما قال له يا حمي انت قال صفي برزة لكن خبنا واحد يقول ما حد خباب كل اثنين من بيت واحد والثلاث من بيت ما شاف واحد يوم ودى نص الليل قالوا له يا حميد نترس سريان ما حد قالوا مصفي بارزة يوم ودنا الصيل قالت ولا الميل الصدر أفهد قالوا الحين صفي بارزة الدلع الميل وصار في الخراب والبابا أفهد الله يقول حياة الوالد واحد واحد يسمون حسان كروع وسعيد العوبة ثلاثة قصتوا الخراب اتبرت السفينة حن حد ينزف مغفين لا يعني شايف الفكرة يوم وهي دابر الحين يوم الميل وركبوه سووا له هواويس من داخل وحد يطرطن الخياط مال الطحين ويحطه من داخل يسمونه لامي وربك يوم يبودت الماي حطوا جيب دبروا وين يبون القطع ابو ظبي وعاش سنين الحمد لله الحمد لله يعني البحر هي صعبه الحياه صعبه قبل إيه صعب. صير بنيرة يعرفها أهل البحر بصير القواسم حيث الطبيعة البكرة الطبيعة بنقائها وعنفوانها وسحرها هي جزيرة غير مأهولة بالسكان تمتد على مساحة 13 كيلومتر مربع واحدة من جزر إمارة الشارقة تتمتع بشواطئ وسواحل طبيعية خلابة وبمميزات بيئية وسياحية وحضارية وثروات طبيعية تقع على بعد 65 كيلومتر من سواحل دولة الإمارات على الخليج العربي تعد الجزيرة محمية طبيعية منذ عام 2000 بموجب مرسوم أميري من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة وتتولى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة الإشراف عليها حيث تتضمن طبقات جيولوجية ونباتات طبيعية وطيور بحرية وتتميز بمناظرها الطبيعية الخلابة الوالد لو تخبرنا مثلا تجربتك في البحر في رحلات اظني كانت غير رحلات الغوص تتم بالاربع شهور
شو كانوا يسمونها قبل يروحون يوم يردون في الهيرات القريبة هذه؟ لا نحن مستوين وما رحنا في سرنا بودي الغوص بس والبقايا في القحة. البقايا هذه القحة هي قحة اي شو هاي كيف يروحون لها؟ نعم كيف تروحون لها هاي القحة؟ هاي القحة ما هي تريق وتصير 10 دقائق ربع ساعة وتروحون تغوصون هناك. غوص هناك يغوصون لنقراب الظهر والظهر هلج يا بالسمش ويا بالمحار ويا بالنصيب. هذا يعني هاي كانت مكلمة. ويوم عدم قبل العصر تم حر وايد حطوا الشرع سوى ظلة وفلقوا الليل مغرب صح واضين مرتاحين الحمد لله والسمش أكل عدل يرتاحون في حياتهم الحمد لله. الوالد يعني لو تكلمنا يوم يخلص الموسم شو يسوون بالمحمل هذا مالغوص؟ مالغوص يعلونه. ها؟ يعلونه فوق. يعلونه يطلعونه من البحر. هي يطلعونه من البحر. ويدهنونه يوم بداية الموسم الجاي؟ لا هذا ما يدهنونه يوم هاك يدهنونه بالصل. بالصل. بالصل أول يعجون ينظفونه عن هذاك الدهان الأولي. وردوا دهنوه بالصل حق الموسم الجديد. حق الموسم. والخشب اللي يستخدمونه هذا شنو بعد كان؟ صل مال يريور مال العومه هاي يدهنوه. لا 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 الخشب تبع الساي من وين يبونه؟ يبونه من الهند ما شاء الله. ويصنعون السفن هنا في الامارات. ويصنعون هنا في الامارات. في ناس تستخدم هاي السفن حق السفر؟ اي حد يخدم كبار حق السفر والصغار شوي حق الغوص غير هذه مال الغوص. بس غير يعني ما السفر غير هي ما السفر غير ما السفر ما تجوز البغال والابوام وهذه هذا ما السفر ما شاء الله ولا هذاك لا غير شرت السماكين هذيله هذا مال الغوص ما شاء الله. نبغى نسمع بما ان نحن الحين قريب من سباق القفال نبغى نسمع كذا يعني نهمات عن السباقات يعني يقني في النوم وعاني قلت يا اهلي منين هالي قال جيتك من الوصل عاني صاحبي لك في الحشب غي لو تبسم ضحك ورماني بثنايا حص بنج نار في قلبي ونور والبحر ما ظني يطفيها تشتعل في لبه حشاي كوس والغربي يزف كم عيوز سمعت بكاي في القبر ونت لها حبك يسادي على فادي مثل غزل بايساد صاحبي من زد العبادي لا ما يوز من دونه لو طلبني عبدي بنقادي لو زقر لبيت بالعونه اهنا ونيت من عله اهنا ونيت من عله يوم شفت صويح بينا ما خبر ما بين نازل قمت اسال الناس واف يوم شاف الليد مختل قام يعدني على يوم رق الليل ودي يا هموما بالتجاس بتعادل صافي الخدي دمعتي من الموق يا ريها طايب طيب يوم عيد الله يصلونه ما ضربها عينها الدالي سمر والحيات مقرونه هيلي والله ايام ايام ها ذكرتكم في ايام قبل معلوم الحمد لله طبعا نعمات العومه يطلعون العومه يطلعونها من اليل ودونه فوق ينهمون يقول يا حسين العود ما خطني بروف هيدني يا زيلي ننظر واشوف يا حسين العود ما خطني بروف هيدني يا زيلي ننظر واشوف ايش اللي نغمات ها ايه حبيب القالب قل لي وش بدا مني علي حسبوني ما ودي غضبوا قلبي انا حتى الام يوم تبى ترقد ولدها بعد تقول هذا كل شيء له نغمات ما شاء الله عليكم. الحين بنبدا يعني بما ان احنا قريب من سباق القفال لو تخبرونا كيف بدت فكره سباق القفال هذا يعني ايام قبل يوم ينتهي الموسم يسوون سباق كان اول طال عمرك السباقات مير ما يكون اذا السباق بيبتدي من هنا يعني من اي اماره محددين الموقع وين قد يكون سير بن عير منطلق وين ولا تجاه العاصمة أبو ظبي يعني تحديد لا قبل كانوا يسوونها في الهارات نفسها ولا كيف صبون قبل السباق ما تسوى الدنيا لكن الحين تطور يسابقون بالشرع ويسابقون بالميداف كيف كانوا بالميداف والشرع إيه
وكانوا يحطون جوائز موقع. كانوا قبل بعد ويسوون جوائز للي يسبق رهن رهن رهن, رهن رهن يسمونه شيء بسيط شاره هاي يعني حق حلوى انه اللي حصل يجيب الاول خذ لك دس دس على كم شباب اليوم منسف خمسة ست يلا سلم وياه لا يرفي من حاصل بعد زين لو يعني السفن اللي تشارك ولا انت ذكرت لي مره قبل ما نبدا هني قلت لي ان القفال في كل منطقه في واحد يسمونه السردال اللي هو اللي يعلن يقفلها كيف يعني خبرنا عجب النشر كيف يعني كيف السردال في كل اماره سردال ابو ظبي العتيبه قبل العتيبه في دبي يمعن عبد الله لملح الشارجه سالم الهامور الامام بن كلي أم القوين خلف بن سلطان راس الخيم سيف بن يبر الزعابي طبعا انت عارف كلهم كل إمارة لها علم وكل عمارة كل سفينة فيها علم الحين الحين مر على شتية عقول المغاربية محمل يرسم عن الحمرية يطرح أحيانا بلا سأل سلم قال متى بتدفنون قال لهم أبوي باكر قال يا الله باكر هو الحين بذل المغرب قال أبوي باكر قال إن شاء الله يوم مدى الصبح الحين السردال سيب من يبر مسوي لنش توضحها واجد دام الظهر ما قفل يطالعونه شو يدري يبقى بيذن للظهر لأنه من يقفل هو لا تبروح هو يصارخ يقول شو يقول لا يعلج يعلج النشر يعلج 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 النشر أذن الظهر وصلوا طالعوا من يبر عق النشرة بس من النشرة هاي يعني علم يطير علم علم علم, علم, علم الإمارة من الواصل خذهم الله 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 ها قال قفل حملوهم وين هو غط لانه عنده مكينه بعد ايش اللي غط لهم المغر ما ريناه وصل قبلنا بيوم دبي هاتي يعني كل لكن تجمع الحين القفال مال السباقه هذه يبتدي من صير بنعير صير بنعير محدد يتجمع يعني السفن كلها تتجمع كل وتنطلق من صير بنعير الى محدد الى دبي أو السياحي تقريبا 54 ميل مواصفات السفن هاي اللي تشارك يعني شو السفن 60 قدم شنو هاي السفن اللي تشارك كلها ساي طال عمرك لكن مو بتاي الاصلي الهندي جديد في اسامي هاي السفن اللي مشاركه بالسباقات كل هي صناعتها جالوت 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 ومسموح لهم قوانين مسموح لهم لا ما تعداها محدد الدقل محدد الفرمان محدد الاشراع محدد مسح السفينه طول السفينه يعني اذا انا السفن محدد 50 60 انا اسوي 70 لا يشطب يشطب ها نعم اذا الدقل يعني لازم كل شيء محدد هناك يعني هي فئتين يمكن 60 و40 فيه ولا محدد مثل الحين التجديف ابو ظبي 40 قدم دبي 30 قدم ما زيد وزايد شبر لو يبي لو تنشطب لازم تطلب المواصفات اللي طالع من الجهه المسؤوله نعم قبل لا قبل خشب طوله 80 فوت الاول شر تجديد نحن سوينا واحد بس الشيخ صقر 110 فوت سوينا مكروفين محطين في الخن ما اللي في التبر ما يقول بس الصدر لا لا المجاديف يستخدمونها ساعات في السباقات ولا ايه حق السباق يستخدمونها متى يستخدمون عند السباق يوم تصامت انا وانت في الخشب انت عندك محمل وانا عندي محمل حطينا قياس الخشب الخشب عندك انت هوري ولا شحوف حطها مثلك تسمع ويوم نوصل هناك ناخذ قياس 3 كيلو 4 كيلو زياده حطيناها من هناك اجتمعنا وبدينا باليار ولي يجي قدام تاخذ الاشاره الرهن نسميه الرهن اي وشارك قبل الوالد في المسابقات هاي انت ولا شارك عمال الحين على تلايان قبل هذا ايام قبل هي قبل بس الحين ايام اليوم الشور شراك بالسباقات هالايام طالع الحين السباقات وين الحين سباقات بشرعة الحين بشرعه بشرعه وشر بعد كان فيه ير كان ير زياده الحين الحين المحمي يسوي كم ماك اليوم 10 مياديف وزيد اي طوله يمكن 40 ذراع 40 فوت وزياده في هذه الفترة من شهر مايو من كل عام تتلألأ الأشرعة البيضاء الضخمة فوق زرقة مياه البحر حيث يقام حدث رياضي تراثي محلي يصل الماضي بالحاضر
يحمل معاني حضارية وتاريخية تحتفي بتاريخ وحياة الأجداد. إنه سباق القفال للسفن الشراعية، والذي يعيد عادات جميلة تعود بنا بالزمن إلى زمن الأجداد، حيث كان البحر هو مصدر الرزق الأساسي لأهل الإمارات، وقد اختلفت مهنهم البحرية، فمنهم من كان بحاراً، ومنهم من كان غواصاً، ومنهم من كان طواشاً، يبيع منتجات الغوص من اللؤلؤ الثمين، وقد امتد زمن الغوص لمئات السنين شاهداً على قسوة الحياة في الخليج قبل النفط. وقد تم إطلاق هذا السباق منذ عام 1991 تخليداً لذكرى أولئك الغواصين الذين لعبوا دوراً كبيراً في تاريخ الإمارات. والقفال تعني العودة، أي عودة سفن الغوص من رحلة الغوص وانتهاء موسم الغوص، وهي تسمية قديمة ومعروفة في الإمارات ودول مجلس التعاون. يبدأ السباق من جزيرة صير بن عير، ويتجه شرقاً على مسافة 23 ميلاً بحرياً إلى نقطة تفتيش إلزامية في جزيرة القمر، قبل الالتفاف إلى الجنوب الشرقي للوصول إلى خط النهاية في فندق برج العرب. وهذا المسار يمثل الطريق نفسه الذي كان يسلكه غواصو صيد اللؤلؤ لدى عودتهم من رحلاتهم الطويلة في البحر. ينص قانون السباق على أن يكون جميع أعضاء الطاقم من الإماراتيين، وهذا ما يجعل السباق فعالية استثنائية تعود بنا إلى أيام جميلة وترسم ملامح التاريخ والحضارة لهذه الأمة. الحين طال عمرك بمصبغ الوالد اذا دوق الهواء مسموح لهم يرون مسموحه، لكن من يدور الهواء يولي شرع ارفع خلاص ارفع بكر يكون تير الشرع مالي، لا لازم من يدوي يملي الشرع ترفع. ما شاء الله هو يسحب هذا يكون سريع ما شاء الله سريع، ها تير السفن قويه الرياح تير ما تشتهي الانفس. يعني مثلا انت قبل الحين انا الرياح يوصلون للهند بالهو بالرياح، بس يا رحي بالرياح ماشي ماكينه يخبرنا واحد طال عمرك ابو سالم محمد العلي يقول سافر مو قبلنا يبرس هنا الامارات، يقول انا تاخرت حصلت واحد يقول منصور عبرت وياه، يقول يوم سافرنا ما يطلع الدير بالله شي يمشي على الهواء على الهواء الهواء والموج. اظني القماش نوع معين اظني يستخدمونه في الشراع. هي هي لا. مثل الحين لا الحين أبيض مثل كورة، إيه أنا أغلظ شوي غليظ يمسك الهواء هذا. إيه غليظ غليظ الحين لا الحين تغير الحين تغير الحين أرفع أرفع من الكنادي الحين، بس ما يخلي شيء يطوف منه. ها ما يخلي شيء يطوف من الهواء. إيه الحين الخفيف الحين خفيف مرة ملي من الدور تاب ملا أول تملاصق لأن ترسل الهواء ها ها شوي 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 لأن سجيل استعمله. كان تبغى أنا قصيدة مال البحر عندنا مال خشب بعد. يلا عطنا مال خشب عطنا مال خشب. يقول السولعي وسط البحر طار على المواج كان تبغيه حي التفر وحي الاخدار، شوف الصوارة ليه بعد فيه يلي اخطفوا بالشر الكبار بتشوف نضحة من عواليه، لكن عندنا النشاش روات الحمار وما بغى الشاعر بيوديه قده يودى صوب كمزار وتياحدت حتى العرف فيه. تياحدت حتى العرف فيه صح لسانك صح لسانك الوالد. والله ذكرتنا بأيام نحن ما عشناها كيف تذكرناهم أهل العرب نحن تربط الماضي بالحاضر. نعم لا ننسى مقولة رئيس الدولة الله يرحمه اللي ما الأول ما التالي، لابد نحن نرجع حتى الإنسان إذا مشى إذا ما يصد برا وشوف قدامه ما يوصل، لكن لابد من الرجوع نربط ماضينا. كيف يتعلمون شبابنا نحن إذا نحن ما علمناهم عن التجديد مع رمع الشراعية عن التراث عن كل شيء؟ الحين ما شاء الله الشباب يشاركون بالسباقات هاي. نعم أنا أشكر من الشباب اليوم عندهم استعداد في السباقات الشراعية وفي سباقات التجديف حقيقة ميزدين الخشب. يعني أقول لك كم في شاركة في أبوظبي 64 قارب في أبوظبي كل الشباب كل محمل فيه 60 جنوة كذلك في دبي يمكن أكثر أقل وكل الشباب يعني الشارجة بعد شيء الشارجة الحمد لله شاركنا في الشارع يعني كل الشباب الحمد لله، ولكن نحن بعدنا بنكون تنبيه منكم انتم كمسؤولين وكإذاعات ويلوجون سوون برامج عن التراث توعيه مسابقات حق التراث حتى هم يهتمون اكثر ويزامطون يديون الجمعيه ونحب ديما ندربهم
ان شاء الله. هم في الحين شبابنا ما يعرفون مصطلحات، لو تسالهم عن مصطلح يقول له شو الشيء لفلان بيقول لك ما البحر ما يعرفه، ما يعرفه. قول شو الدو، قول شو الدو هذا، شو لا يعرف الديين ولا يعرف الحصان ولا يعرف الزيبن ولا يعرف الشرت ولا يعرف المخطف ولا يعرف ما يعرف. انا بصراحه بيني وبينكم كنا انا ما اعرف الحين احنا الشرع اللي بخطفه نعرف هذا المخطف هذا بس البسه هذا الشرت الشرت هذا الرويسي هذا الدامن دامن هذا الفرمن هذا الدقر في هذا البيوار كل شيء صاروا عني في القبه ما ربط صغير ايه؟ قال لي ود عمي يقول لي اربط دامن بدل ما يبي العقده يبت كذي ايه؟ قال لي ما بكذي ما بعد رجع صغير ما اعرف ايه؟ البال انتبه مره دخل يفرني البحر عشان ما عرفت تربط زبعه تعلمني صاروا عني ايش اسبح يوم جيت البيت البالد قالت لي وين يا خرسه؟ ابوي عقد شيف عقلك البحر ما عرفت اربط البالد اخذت لي صارت بيت اهلها يوم يا الوالد ما حد بالبيت قلب الام عاد يعني هالكل علمونا ليش؟ نحن اليوم عيالنا ما بنضربهم بس يجون يتعلمون اليوم نحن موجودين في الجمعيات غير اليوم ما موجودين اليوم نعرف نتكلم عن شيء باكر ما نقدر لكن نبقي مورثون يعلمون ابنائهم وبناتنا حتى البنات لهم دور ما نحمل المسؤوليه كلها على الاولاد حتى البنات يتعلمون من لهم في البيت يعني هي يوم يظهرون يروحون الغوصه ثاني ايام قبل منو يشيل البيت حرمه هي تقوم بالواجب الاوليه الرجال يروح يصيق سمك ولا يروح الغوص منو يتم في البيت حرمه راعية البيت نعم وش تسوي شو تسوي حرمه الحرمه كل شيء تعبل اول بادي تربي العيال وتغسل الثياب وتخض اللبن وتيب الماي ظني وتيب مع ظهرها مسكينه وتيب الحطب وتشوي السمك وتطبخ كل عليه عباله البيت حتى يوم تي مثلا كم اعطينا مثل ما تفضل الوالي اعطانا قباض 40 ربيه ب 30 يوم يوم موفره ليش؟ تجيب الحطب روحها وتيب الماي بروحها وتغسل وتدري يوم موفره 10 15 زينه الحين في حرمه ريال وحرمه بيت حرمة البيت وحرمة الريال هذه كاملة لكن حرمة الريال ما تفيد صح بس اللي حق رقاد لا حرمة تفيد أن تعاب العيالة وتعاب البيت وتعاب المنثل والثاني بالثاني أن الحرمة يكون بتقوم بالواجب على الريال تحمل كلام تحمل كل شيء صح وأظني بعد قبل أيام صعبة كانت أظني الريال عندك كندوره وحده يلبسها طول نعم السنه نعم هنا ها نعم اذا بريح اللي عند انت لو سلام اظني على الكندوره قبل اشتو عليها ها؟ كندوره اشتو على كندوره وحده اكو وحده ومقصر مقصر مقصر شنو مقصر مقصر هذا مقصر الداخلي هذا داخلي بس ايه داخل. يعني يوم دخلت سمونه فانيله الحين فانيله هذا مقصر ما ودرنا مقصر ما ودرنا تعملون ايام القيض مثل ايام القيض ابرد كان الحين ابرد الحين الواحد عنده 20 كندوره يقول يلا يا صحيح خير وايد الحين اللهم لك الحمد هذه نعمه يقول في الكندوره نهمه يبونها يقولها بنشد شي الكندوره من خاطش وبرز قالت حسين الصوده اللي في الرايح برز من العام انا مخيوطه ومحيره في المز من العام مخيوطه محيره في المز محيره حق على المبلغ سلم عنها بس يتريى مبلغ هي عشان يدفعها والله الحمد لله على النعمه والحمد لله احنا يعني ما شاء الله جهودكم ما شاء الله هذاك يوم يوم عند اصدقاء كذا قال صعد خلي ولو طلب مركب وما عندي فانيله قال صعد خلي ولو طلب مركب كان من فضه بتبويله تقلا نيرات وجناي عنبر الزرقي مسامير قم وين بيب مالي يبيع قبل وين واليوم الحمد لله بس كانت الالفه موجوده بين الالفه والرحمه والتقارب والزياره قال علي قصيده وحده قال واحد التلي واطوف واتالي تالي ما تشوفها قال قلت بشوفه شو ده ربي يظهر التالي انتظر خدم معروفه الثاني قال نشف ريجي من تطر ريجي كثر ما خطف وانا طوفي انا ريجي في مغاليجي عطر بدروب الوصلخر بوصله وفرت من المالي بوصله وفرك من الجماري ناس تقول لا سدي وسدي اي والله انت سوالفكم صراحه وناس ورجعتونا لايام قبل ايام الايام الطيبين ايام جميله ايام الماضي نبا يعني كلمه بسيطه كل واحد انا عندنا دقيقتين بس نبا نسمع منكم كلمه نصيحه للشباب بس دقيقه نص دقيقه بقول لك الشباب انا اعتقد انه في وعي صح للبحر جراجير الحمد لله يسيرون
الهيال يسيرون، الحذاق يسيرون، التجيف يسيرون، الشراعي يسيرون. ولكن بعد عنا بقيم ينضمون إلى الجمعيات بالعاصمة أبوظبي إلى الفديرة في التراث، يتعلمون التراث اللي موجود في الجمعية. نعم. الوالد شو بتعطي نصيحة للشباب للجيل الجديد هاللي ظاهر؟ نصيحة، نصيحة منك. نصيحة أنا نصيحتي أنا دائما متعلمون هذا، هذا ما ينفع نفوسه. تليفون تطري، تليفون وقيل عطول النهار ما ينفع نفسه. لو بتزقره ما يعطيك جواب، ولو بتامر ما يعطيك جواب. كل التواصل الحين عن طريق هذا. على هذا، على هذا. يروح للرجال يزوره الحين مرض، طرش له مسج الحمد لله على السلامة. زين، وإذا بيمشي في السيارة بعد عينه فيه. ما مشكلة. بالواجب إنسان اللي يعرف قياسه يوم يبدي في السيارة أول بادي يقول بسم الله الرحمن الرحيم توكلت على الله واعتصمت بالله، ويخلي حديث وقرآن في السيارة، هو مرتاح في حياته. الحمد لله. أنا بقولهم. تفضل. يا ها يا الله يا الله كمل، لكن تقول لك الوقت ما عندكم. لا لا، جزاك الله خير، ما شاء الله عليك، اطربتنا ورديتنا بالزمن الاولي. مشاهدينا طبعا عشنا مع بعض الزمن الجميل، زمن الاباء والاجداد، طبعا تعرفنا كيف كانوا يعيشون عيشه صعبه، لكن بتحديهم كل هذه الصعوبات صنعوا المستحيل، فبنوا هذه الامارات اللي نشوفها اليوم، بنوا الحاضر اللي نعيشه. طبعا نحن مشاهدينا بتمسكنا بتراث آبائنا وأجدادنا بنصنع هذا المستقبل، المستقبل المضيء لدولة الإمارات العربية المتحدة باقتدائنا بآبائنا وأجدادنا. طبعا مشاهدينا المشوار لا ينتهي لمهرجان صير بن عيرة التراثي البيئي، لكن الملقى وين مشاهدينا؟ في جزيرة صير بن عير، ومع السلامة.